نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك واحمي بلدك. بداية هذه الجولة مع ملف الانتهاكات التركية. أدانت مصر استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية بدعاوى الأمن القومي الواهية، وشددت الخارجية في بيان لها على استمرار هذا النهج المرفوض الذي من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليميين. وأشار البيان إلى أن تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية يعكس حقيقة الواقع الذي تنتوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مرارا من كون تركيا مصدرا رئيسيا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة. جددت تركيا قصفها الجوي على مواقع كردية في محافظة دهوك العراقية. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف احتمال لجوء بلاده إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري لإجبار تركيا على إيقاف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع السلطات في كردستان حول كيفية التعامل مع هذه الهجمات. وأضاف المسؤول العراقي أن بغداد تدرس بشكل جدي اللجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة هذا الاعتداء التركي المستمر. اعتدت السلطات التركية بالضرب على مسيرة للدفاع التي نظمها المحامون أمام مقر البرلمان في العاصمة أنقرة للتنديد بتدخلات أردوغان في القواعد المنظمة لشؤون نقابتهم. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة جمهورية التركية المعارضة، استخدم عناصر الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المسيرة، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المحامين. وأشار بيان صادر عن المحامين إلى أن هذه الممارسات تستهدف مهنة المحاماة والعاملين بها. قضت محكمة تركية بسجن 4 مدافعين عن حقوق الإنسان بزعم ارتكاب أنشطة إرهابية. يأتي هذا في ظل حملة مستمرة من نظام أردوغان ضد حقوقيين وسياسيين ومعارضين. بقعة سوداء جديدة تلطخ ثوب نظام أردوغان بعد أن بات المدافعون عن حقوق الإنسان مستهدفين لسبب أو لآخر. الأمم المتحدة وعلى لسان المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر أعربت عن قلقها العميق حيال توجيه تهمة الإرهاب ل11 مدافعا عن حقوق الإنسان في تركيا بعد 3 سنوات من اعتقالهم. وبحسب بيان المقررة الأممية، فإن الأدلة التي تم جمعها بعد 3 سنوات من اعتقالهم لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب، داعية إلى إسقاط التهم عنهم بعدما لم تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها. المتهمون فيما بات يعرف بمجموعة إسطنبول 10 داهمتهم الشرطة التركية في يوليو 2017 خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان. ولاحقا حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم بحسب الخبيرة الأممية. آلاف الناشطين الذين تم القبض عليهم في السنوات الأخيرة يقبعون في السجون التركية ضمن حملة نظام أردوغان الواسعة النطاق ضد المعارضة بسبب التعبير عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة. وتستمر تركيا منذ العام 2016 في تنفيذ حملات الاعتقال المتكررة بذريعة الانتماء لشبكة جولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل.
واعتقلت السلطات التركية منذ ذلك الوقت أكثر من 10,000 من بين رجال الجيش والموظفين، فيما صدرت قرارات إقالة وإيقاف عن العمل بحق أكثر من 150,000 من موظفي الدولة وغيرهم. أعلنت وزارة الري استئناف الاجتماعات الوزارية لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثل مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد. وأوضحت الوزارة أن ممثلي الدول الثلاث قاموا باستعراض موقف بلادهم بخصوص مفاوضات السد، التي أظهرت أنه لازالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على استكمال النقاشات اليوم بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء. أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن ليبيا تتعرض لتصعيد عسكري، وغزو تركي يعرض ليبيا والمنطقة لأزمة حقيقية ويهدد السلم الدولي. وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش، شدد حفتر على أن الجيش الليبي يعمل على استقرار الجنوب وتأمينه ومحاربة الإرهاب بالتعاون مع العديد من الدول لعدم السماح بوجود فراغ أمني يمكن التنظيمات الإرهابية من العودة مرة أخرى. أغلق كبار تجار التجزئة في لبنان متاجرهم مؤقتا بسبب عدم قدرتهم على تحديد الأسعار بسبب تقلب سوق الليرة أمام الدولار. المزيد في التقرير التالي. تفاقمت الأزمات في لبنان ولم تتوقف عن حد السياسية فقط، بل امتدت إلى جميع مناحي حياة المواطنين. فوسط اضطرابات لسوق العملة، أغلق كبار تجار التجزئة في البلاد متاجرهم مؤقتا بسبب عدم قدرتهم على تحديد الأسعار بسبب تقلب سوق الليرة أمام الدولار. التجار نظموا مسيرة احتجاج ضد الحكومة وسط بيروت، ودعوا غيرهم للانضمام إليهم للتنديد بعدم قدرتها على معالجة الأزمتين المالية والاقتصادية المتفاقمتين. نحن ما بقى فينا نكفي، اليوم الشركة عم تخسر، والشركة اليوم بتتعرض لإهانات. اليوم إذا بنسعر نحن بضاعتنا على الدولار اللي صار 10,000 ليرة، نحن عم نغير أسعارنا من 4,000 ل 10,000، نحن حسينا حالنا إنه اللي عم نعمله منه مزبوط. كل زبون كان عم يفوت يشتري على 4,000 او على 5,000 او على 2,000 او على 3,000، عم بفكرنا نحن عم نسرقه. نحن ما بنسرق حدا، نحن ما لنا 35 سنه بالبزنس هيدا بالاخر يطلع علينا صيت انه نحن عم نسرق العالم. نحن ما بنسرق العالم، الاشرف نسكر، ما فينا نكفي. نحن على طول عم نخدم زبيننا، بس نحن اليوم نوصل لمطرح نحن وزبيننا نصير بهيدا الموقف، نحن ما بنقبل. بس يصير في نحن اليوم سياسة اقتصادية واضحة لهيدا البلد، نعرف كيف بدنا نكفي، على أساس بدنا نكفي، مش بنروح نشتري نحن دولاراتنا من السوق السوداء، بنتبهدل نحن اليوم مع السماسرة ومع الصرافين، طفيان أمن مصاري نشتري فيها بضاعتنا، نرجع نفتح مصالحنا، نحن ما عم نفلس، القطاع الخاص منه مفلس، إذا بيكمل هيك الوضع الاقتصادي تبعنا، كله بيفلس. قبل ما نسكر أخذنا قرار اليوم نعمل تسكير مؤقتي، لكننا اليوم شفنا فيه شيء بديل، خطة نحن اليوم تريحنا، اللي نحن من 6 أشهر لليوم ما شفنا شيء. وعلى الرغم من مساعي الحكومة والمصرف المركزي لتنظيم سعر العملة الأجنبية، إلا أن السوق الموازية ازدهرت وارتفع التضخم مع ندرة متزايدة للدولار، كما تزايد انقطاع الكهرباء مع كفاح الحكومة لتأمين وقود الديزل. القطاع السياحي بدوره أصبح ضحية للأزمات اللبنانية في الوقت الذي حمل فيه أصحاب المنشآت السياحية الحكومة المسؤولية عن رفض وكالات السفر نقل زبائنها للبنان. يعني قطاع السياحة نحن أول ناس سكرنا، يعني نحن كأوتيل بقلب مجلس النواب، بقلب حرم مجلس النواب، ونحن كانت كل الطرقات مسكرة. عينينا كذا سنة، صرنا من 2006 يمكن بنعاني،
2007 وقت سكروا لنا المناطق كلها هون، وصلنا لهلا انه ما بقى فينا لا نقدر نفوت على الاوتيل تبعنا ولا فيهم السواح يجوا لعنا لا يفوتوا، غير انه ما بقى في ولا سائح يجي على لبنان. يعني صارت اليوم عم نسمع انه صار لبنان محطوط على ليستة البلدان اللي ما حدا بده يجي عليها. يعني وفي الأسابيع الأخيرة تخلف لبنان المثقل بديون لأول مرة عن سداد دينه السيادي، وبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بينما تفاقمت أزمة السيولة. والآن وبعد حوالي شهرين من المفاوضات وصلت المحادثات إلى طريق مسدود في الغالب بسبب الخلافات بين الخصوم السياسيين حول خطة الإنقاذ وحساب المخصصات. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1412 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة. وأوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن حالات الشفاء من مصابي كورونا ارتفعت إلى 19690 حالة وتم خروجهم من المستشفيات. أعلنت السلطات الإماراتية أنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج. وأوضحت السلطات الإماراتية أن للمواطنين والمقيمين الحق في السفر بشكل عام وفقا للاشتراطات الصحية وبحسب الوجهات المتاحة دوليا. وفي مارس الماضي علقت الإمارات كل رحلات الطيران للمسافرين سواء القادمين أو المغادرين بسبب جائحة كورونا. أعلنت وزارة الصحة السعودية عن 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة و50 حالة وفاة إضافية. بذلك ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في المملكة إلى أكثر من 200,140 متعافٍ. أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى نحو 48,000 حالة. وسجلت الصحة الكويتية حالة وفاة واحدة بالفيروس ليصبح مجموع الوفيات 360 حالة. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن المنظمة تتوقع ظهور نتائج أولية في غضون أسبوعين من التجارب السريرية التي تجريها على الأدوية التي قد تكون فعالة في علاج مرضى كورونا. وأضاف أنه ليس من الحكمة التكهن بموعد يصبح فيه لقاح كورونا جاهزا للتوزيع على نطاق جماهيري. وأضاف أنه في حين قد تظهر فعالية أحد اللقاحات بحلول نهاية العام، لكن الأهم هو متى يمكن إنتاجه بكميات كبيرة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 57,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق. كما أشارت الجامعة أيضا إلى تسجيل 728 وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى أكثر من 129,000 حالة. قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت أكثر من 42,000 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات ال 24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 1,500,000 حالة. كما أشارت الصحة البرازيلية إلى تسجيل 1,290 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 63,000 وفاة. أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن الحالتين من الحالات الثلاثة واردتان من الخارج،
في حين سجلت العاصمة بكين حالة واحدة جديدة. كما أشارت لجنة الصحة الوطنية بالصين إلى تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة. أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن ألمانيا سجلت 422 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 196 ألف حالة والوفيات إلى أكثر من 9000 حالة. سمحت السلطات البريطانية للحانات والمطاعم ومحال قص الشعر بفتح أبوابها اليوم في خطوة كبيرة نحو تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، ودعا رئيس الوزراء بوريس جونسون المواطنين إلى التصرف بمسؤولية والحفاظ على التباعد الاجتماعي لدعم قطاع الأعمال وعدم المجازفة بموجة ثانية من الفيروس، مضيفا أن العاملين في الحانات والمطاعم ومحال قص الشعر والمتاجر الأخرى بذلوا جهدا كبيرا للتحضير لاستئناف نشاطهم. أعلن النائب العام الفرنسي أن تحقيقا قضائيا سيفتح في فرنسا حول إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا مع عدة وزراء سابقين، وأوضح النائب العام الفرنسي أن التحقيق سيطال رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب ووزيري الصحة السابقين أوليفي فيران وأنييز بوتين. خصصت الحكومة الإسبانية 50 مليار يورو لحزمة تحفيز تستهدف مواجهة أثار تفشي فيروس كورونا، وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص 40 مليار يورو للاستثمار في مجالي التكنولوجيا الصديقة للبيئة والرقمنة، كما سيتم استخدام 10 مليارات يورو لدعم الشركات التي تعاني تداعيات فيروس كورونا والذي قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة سترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي في نفس الوقت الذي تجري فيه بكين تدريبات عسكرية في ذلك الممر المائي المتنازع عليه. ونقلت الصحيفة عن قائد المجموعة القتالية قوله إن حاملتي الطائرات ستكونان في بحر الصين الجنوبي اعتبارا من اليوم، مضيفا أن الهدف هو إعطاء إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن واستقرار المنطقة وليست ردا على التدريبات التي تجريها الصين. قضت محكمة في باريس على الداعشي الفرنسي تايلور فيلوس أحد أمراء تنظيم داعش الإرهابي بالسجن لمدة 30 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم في سوريا بين العامين 2013 و2015، وألقي القبض على تايلور في تركيا منذ 5 أعوام عندما كان يستعد للسفر جوا إلى التشيك. ويعد تايلور أحد أوائل المتشددين الفرنسيين الذين غادروا بلادهم إلى سوريا التي وصلها للمرة الأولى في نهاية 2012. قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إنه سيتم إرسال آلاف الجنود للمشاركة في عمليات الإنقاذ في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد بعد فقدان 13 شخصا في أمطار غزيرة غير مسبوقة تهدد بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية. وأضاف أنه من المرجح استمرار الأمطار الغزيرة حتى غد الأحد، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر أقصى درجات الحذر.
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وكذلك الجدول الزمني للعملية الانتخابية. يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على تحديد اللجان التي ستجرى أمامها عملية الاقتراع مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر. عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي حكم البلاد في عام 2014 على زيادة أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. المزيد في العرض التالي. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار رطب نهارا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على الشمال وجنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.